ده دي غلطة عمر إدارة سي بي سي. ليه بس؟ والله؟ جابوا ال لا بس مكان فخيم جنب, يعني. جنب استوديو اكسترا. انت شايف استوديو اكسترا؟ شايف استوديو اكسترا عامل ازاي؟ واحنا نروح جايين يا اخي نتفرج على الحاجات لك يا ريت بس تيجي على نفسنا تشتغل يا ريت بس على حلو ليهم لا حلو ليهم ولا حلو ليهم. انت برنامجك بعدي انا كنت بعدي من هنا من قدامهم وعندهم ثلاجه عم الفطار بساعه ريحه الاكل عندهم هنا تجنن والله العظيم بيجيبوا شيفات اكل فظيع. نشوف الثلاجه دي كاموفلاج ولا حاجه. طب بص طب والله الثلاجه دي ولا مش ثلاجه؟ ما هياش ديكور يعني. استنى دي نعناع. جميل ده. هو ايه استنى ده جايب ده صارفين صرف باين اهو كحكو. احنا بص احنا نقعد هنا ونقول لمحمد هاني احنا هننفذ شغل اكسترا من هنا. يا اساتذه احنا يا اساتذه يا عم عارفينك انت هتخوفنا. ايه بقول لك يا محمد من النهارده مفيش ستات احنا الرجاله مفيش ستات النهارده. لا ده حاجه رائعه قوي. انت كمان هتاكل؟ لا عندهم اكل حلو قوي. محمد بيقول لك احنا انا عندي افكار اهم من الاكل بكتير يا عمرو. ايه والله. لا بس عايز اقول لك احنا لازم ناخد المكان ده. لا بس عايز اقول لك احنا خلاص خدنا الديكور ده وهنطلع برنامج احنا الرجاله بعد كده. مفيش ستات. والله لا ما ونوديهم هم هناك وراهم خريطه مصر الجميله الفخيمه دي وبعد كده خريطه العالم العربي. يعني مفيده تصور مفيده ومنى يعني. يا سلام. بس انا بصراحه انا صعبان عليا منى بصراحه. بس مفيد كل سنه وانتم طيبين. بس انا عندي رساله تحذيريه للزميلات والزملاء بتوع سي بي سي اكسترا. والايام دي احنا خلاص بقينا جيران والاستوديو جنب الاستوديو. بس الفار ابتدى يلعب في عيبي. وبالاخص من الزملاء الاجلاء. ها الاجلاء عمرو خليل ومحمد عبد الرحمن. عمرو خليل ومحمد عبد الرحمن بقالهم كام يوم كده كل شويه يجوا يقفوا قدام الاستوديو. الله شوف الديكور الله شوف المطبخ. انا عايز اقول لكم حاجه ان انتوا طبعا يعني تنورونا بجد تنورونا كضيوف اعزاء ومن انا الاخر. وعايز اقول حاجه اهم كل حاجه بموافقتي. ها بموافقتي وانا اللي اقول وانا اللي اقول لا وانا في الاخر كلها ست ايام وراجعه فمش عايزاكم تعشموا خير. فالساده الزملاء والزميلات خليكم دايما مع الاخبار اللي بتسعدنا ومالكوش دعوه بالبرامج الاخرى. تمام وصلت الرساله. وكل سنه وانتم طيبين واشوفكم بعد العيد.